الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والواجب على المسلم حفظ صيامه من المبطلات، وهي الأكل والشرب، وما في معناهما مما يغذي البدن كالمحاليل والإبر المغذية، وحقن الدم ونقله، الجماع وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء ونحوه. اما الاحتلام فليس مفطرا بالاجماع ومثله المذي على الراجح التقيؤ عمدا اما ان غلبه القيء فصيامه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض الحجامه ومثلها التبرع بالدم ومن احتاج الى التبرع نهارا فليفطر وليقض يوما مكانه ومما يبطل الصوم اجماعا خروج دم الحيض او النفاس في اي لحظه من النهار حتى ولو كان خروجه قبل المغرب بدقيقه من فعل شيئا من المفطرات جاهلا بالحكم او ناسيا له او مكرها فصيامه صحيح الا الحيض والنفاس فانه مبطل على كل حال ان الصيام له فروض وحدود يجب حفظها والله تعالى يقول في نهاية آيات الصيام: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ